صباحكم سعيد من جديد أعزائنا المشاهدين، دائما بهذه الصباحات الطيبة والخيرة عبر شاشة الوطن الأولى، شاشة التلفزيون الأردني، ونسعى دائما لأن نسلط الضوء كما نتحدث أينما يكون الإنجاز تكون هذه العدسة والكاميرا حاضرة. أبطال قوات الدرك كما تحدثنا في بداية حلقتنا لليوم باستعراض الفقرات، وهذا ينسحب على باقي الأجهزة الأمنية وقواتنا المسلحة الباسلة، جيش أبو حسين دائما بالرياضات الفردية والجماعية، وأنا أصف الرياضات الفردية بدي أكرر نفسي، هي الرياضات الأقرب حظا وهي كذلك لحصد الذهب والفضة والبرونز بالمسابقات المتعددة. فريق الملاكمة التابع لقوات الدرك حصد 5 ميداليات، 4 ميداليات من أصل 5 لاعبين، ونتحدث عن 10 أوزان مختلفة أيضا بنفس الوقت. ممكن تفاصيل فنية أنا راح أتركها أيضا مع مدرب فريق الملاكمة بقوات الدرك. بداية إحنا بنبارك لكم، إحنا بنشاهد الآن الذهب، بنشاهد الفضة، بدنا نتعرف عليكم بشكل سريع للسادة المشاهدين. نتعرف عليك ضيفنا الكريم. أنا مدرب فريق قوات الدرك المدرب يزيد سرور. طبعا بحب من هذا المنبر أصبح على المشاهدين وعلى بشكر طبعا عطوفة الباشا على دعمه الأول لنا لرياضة قوات الدرك وعن طريق جميع الرياضات والاتحاد الرياضي موصوف بالأمين العام للاتحاد الرياضي العقيد معني العوايشي. طبعا بدي احكي انا عن الانجاز اللي عملناه في بطوله قبل الانجاز. نعم. في معنى ماده في المية بتسلط الضوء عنكم وتقرير على غايه من الاهميه، وبعد ذلك نذهب الى بطوله الجزائر التي انطلقت في بدايه الشهر الحالي وحصدتم من خلالها هذه الميداليات. لنذهب معكم والساده المشاهدين الى هذا التقرير ونواصل الى هذا التقرير. أعزائنا المشاهدين وشاهدنا رياضات متعددة لأبطال قوات الدرك، وأؤكد مجددا هذا ينسحب على باقي أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة الباسلة. نبارك لكم كباتن مجددا، جيش أبو حسين، هذه الميداليات وهذا الدعم أيضا من خلال إدارتكم وقيادة قوات الدرك. مدرب منتخب الملاكمة يزيد أسرور لنستكمل من خلالك، لكن أنا بدي أعرف بالكل بطل الأردني أيضا حسين عشيش وأيضا البطل الأردني عدي الهنداوي، صباحكم سعيد. الله يصبحك من خلال مدربكم لا يمكن أن تتجاوز، يعني هذا هو قائد التيم. تفضل كابتن. كابتن يعني بدي أحكي أنا عن تجهيزاتنا لهذه البطولة، كانت فترة تحضيرية يعني تقريبا ممتازة. خلينا نحكي كان عندنا تحضير لبطولة المملكة، استعملت هذه البطولة المملكة كبطولة منافسات تحضيرية لبطولة النخبة اللي هي زي استعداد. نعم. وعن طريقها عن طريق بطولة المملكة صار في احتكاك داخلي لنا، بعدها بفترة تقريبا أسبوع ونص أسبوع تم السفر لدولة الجزائر عشان نشارك في بطولة النخبة. المعروف طبعا عن بطولة النخبة أنها بطولة جدا قوية، فيها لاعبين مصنفين على مستوى العالم وعلى مستوى أفريقيا على المستوى الأوروبي وعلى المستوى العالمي والمستوى العسكري العالم. طبعا أبطال قوات الدرك ما قصروا في هذه البطولة صدقا، يعني الأسماء اللي لعبوا معهم اللاعبين أسماء جدا قوية بعالم الملاكمة.
طبعا حسين واللاعب عدي في اللاعبين كمان اللي اخذوا بطولات اللي اخذوا ميداليات ثانيه على اوزان مختلفه على اوزان مختلفه قابلوا ناس ابطال مصنفين عالميا. نعم هذا هو إنجاز بحد ذاته. ممكن هذه الميداليات هي من تتحدث عن إنجاز حسين عدي زملائكم الآخرين، هم تحدث عن تحقيق ميداليات من 5 مشاركين، 4 ميداليات من 5 مشاركين وعشر أوزان مختلفة. البطل حسين عشيش على وزن أو من خلال وزن لا أعلم ما الوزن اللي شاركت فيه، لكن الفضية حاضرة من خلالك والمنافسة لم تكن سهلة كما تحدث الكابتن يزيد يعني مدرب المنتخب. نتحدث عن مشاركتك. الحمد لله رب العالمين، أنا شاركت بطولة الجزائر وصلت دور النهائي وحصلت على الميدالية الفضية. لعبت مقابلتين، لعبت أول مقابلة مع بطل أفريقيا الجزائري، حصل على بطل أفريقيا مرتين وكأس أفريقيا الحمد لله ربحته، وعلى النهائي لعبت مع اللاعب السوري الحمد لله يعني ما كان لنا نصيب نربح، انتهت المباراة 3-2 وإن شاء الله يعني استعدادنا الجايات أحسن بإذن الله تعالى. بإذن الله. لن نكتفي بالفضة ولن نقبل دون الذهب يعني كزملائك بإذن الله للمشاركات القادمة. الكابتن عدي الهنداوي نبارك لك الذهب، نبارك المملكة العربية الهاشمية، قوات الدرك، منتخب الملاكمة. أيضا نتحدث من خلالك عن المشاركة والوزن الذي لعب به عدي الهنداوي. أنا الحمد لله زي ما أنت شايف الحمد لله جيب ذهبية عوزن 81، لعبت المباراة الأولى مع واحد فرنسي، المباراة الثانية كانت على النهائي مع سوري والحمد لله تمكنت منهم ويعني جبت ذهبية. وزي ما تفضل الكابتن يعني البطولة ما مش سهلة يعني لأنه كلهم مصنفين على مستوى وأبطال عسكريين، يعني الموضوع مش سهل كان، الحمد لله يعني الله أكرمنا وتسهلت. مبارك مجددا. أنتقل إلى كابتن يزيد مدرب منتخب الملاكمة. فترة الاستعداد، فترة التحضير أيضا يحسب للباشا الحواتمة قائد قوات الدرك توفير بيئة حاضنة لكم ولزملائكم بالرياضات المختلفة. نعلم تماما تميز قوات الدرك بالرياضات الفردية كما شاهدنا قبل قليل التايكوندو البطل أحمد أبو غوش، أيضا الكاراتيه الكيك بوكس، ونتحدث عن رياضة الملاكمة ورياضات جماعية أيضا بنفس الوقت. في دعم منقطع النظير من قيادة قوات الدرك وهذا يعني سبر وديدا، يعني الدعم دائم أنا بقوات الدرك للرياضيين من المتابعة الغذائية لمتابعة التمارين للبرامج والخطط اللي بنعملها أوقات التدريبات، يعني إشي عالي جدا حتى على مستوى التغذية بنظروا لها عنا بقوات الدرك لتغذية اللاعبين وأوقات التدريبات والفترات التدريبية. هلأ إحنا كنا نعمل بفترة الاستعداد تاعتنا فترتين تدريبيات، فترة صباحية وفترة مسائية. الفترة الصباحية كانت تعتمد على تمرين اللياقة والقوة البدنية، الفترة المسائية كان عنا يعتمد على التكنيك وعلى الخطط، على وضع الخطط أثناء اللعب. والحمد لله رب العالمين يعني الشباب كانت خلينا نحكي قدها بموضوع التفريغ كمان، يعني الحمد لله ما تسهيل كثير للمهمة، كان مسهلين امورنا قيادة قوات بالضبط عشان هذا يحسب لهم ولباقي أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة الباسلة دعم الأبطال والرياضيين والمتميزين أينما كانوا أينما تواجدوا منتسبي أيضا قوات الدرك وباقي الأجهزة الأمنية وقواتنا المسلحة. أنا بدي أتحدث ما بعد بطولة النخبة وهي اسم على مسمى، ها هم نخبة قيادة قوات الدرك أمامنا بهذه الميداليات ولزملائكم نبارك لهم أيضا من قاموا أيضا بتحقيق الذهب والفضة والبرونز أيضا في نفس الوقت. بدي أروح للكابتن حسين عشيش، مشاركاتكم القادمة إن شاء الله إحنا يعني إن شاء الله الأسبوع هذا متوجهين لكوبا، عندنا معسكر مع المنتخب، عندنا معسكر بكوبا وإن شاء الله أو بداية شهر 6 عندنا بطولة بألمانيا استعداد لدورة العبلة السوية إن شاء الله بشهر 8. جميل كابتن عدي،
واحنا مع بعض نفس الشيء لانه منتخب وطني. نعم المعسكر بالضبط كل استعداداتها الى دوره الالعاب الاسيويه، هم سموها الاسياد لانها معروف بالضبط. نعم. وهي كل 4 سنين بتصير مره، فبدها استعداد قوي شوي يعني، بدها نعول عليكم نراهن عليكم ولن نقبل الا بالذهب ان شاء الله. انا اتحدث لي كابتن ايضا فريق ومدرب المنتخب كابتن يزيد كوبا، المرحله القادمه بمعسكر تدريبي ان شاء الله خير. يعني هاي بكون محطة تدريبية أو محطة تأهيلية كويسة لبطولة الأسياد، وكوبا معروفة أنها بدأت قوي بالملاكمة. صحيح. فاحتكاكم إن شاء الله راح يكون قوي جدا بهاي الفترة. جميل. وإن شاء الله في إنجاز، يعني ننظر للإنجاز ولن نقبل إلا الإنجاز. نحن يعني إن شاء الله هذه ثقتنا العالية بكم وبإنجازاتكم وأيضا بهممكم العالية التي نستمتها إن شاء الله نقدة يعني القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله تندن حسين حفظه الله ورعاه، الداعم الرياضي الأول للرياضيين وللأبطال. عدي بكلمة أخيرة لمن يشاهدك الآن عبر شاشة التلفزيون. إن شاء الله يعني يظلهم يدعمونا ويشجعونا ويحفزونا عشان نحقق المزيد من الإنجازات، وإن شاء الله منوعد الشعب الأردني ورأسهم طبعا جلالة سيدنا أنه ما نقصر ونعطي كل اللي عندنا، ونوعدهم إن شاء الله بإنجاز بالأسياد. كابتن حسين، وأنا بحب أشكر عطوفة الباشا حسين الحواتمة على دعم الرياضة لقوات الدرك، وإن شاء الله يعني الجيات أفضل من الراح إن شاء الله، وإن شاء الله راح نجيب إنجازات أحسن. جميل. كابتن يزيد، إن شاء الله الجاي أحسن، وفي عنا أحسن يعني بإذن الله تعالى. يعني أنا بدي أختصر إنه في أحسن والقادم أجمل بإذن الله تعالى. أكيد إن شاء الله. والقادم أيضا بميداليات عديدة ومسابقات أيضا ما بعد بطولة النخبة الأسياد، يعني اسم على مسمى، وأنتم لها بإذن الله تعالى. لكن قبل الختام كابتن، في شيء فني بالملاكمة وأنت مدرب المنتخب، أضرب في شيء تسمية يعني. طير كالذبابة، كالدبور، والسع صير كالفراشة، والسع كالدبور. والسع كالدبور. أنا يعني ولدت أن أستمع لها من خلالك بهذه الابتسامة الجميلة. أتمنى لكم دائما التوفيق من إنجاز إلى إنجاز آخر بإذن الله تعالى. نبارك لكم.